أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين. من موقع بلقيس أو موقع بلقيس يزور أكبر ساحات فبراير، لا شيء يذكر بالثورة وشهدائها في ساحة التغيير. من مارب بريس، طالبات في الابتدائية يؤلفن كتابا عن اليمن. ومن أخبارنا المنوعة، مالك مصنع للأعلام الأمريكية والإسرائيلية، كلما أحرقوها ازدادت تجارتنا وأتمنى علاقة جيدة مع أمريكا. أهلا بكم. بعد 9 سنوات من ثورة فبراير، اختفت ملامح وذكريات الثورة من العاصمة صنعاء، وبالتحديد من ساحة التغيير والتي كانت الأكبر على مستوى اليمن. لا شيء هناك يذكر بخيام الثائرين، ولم يفعل أحد شيئا من أجل ذلك رغم كل السنوات الطويلة، وفقا لتقرير نشره موقع بلقيس بعنوان بعد 9 سنوات لا شيء يذكر بثورة فبراير في ساحة التغيير بصنعاء. يفيد التقرير دماء الشهداء التي انسكبت على الأرض بلا أي ذكرى أو تخليد. الحاضر الوحيد في المكان هو انقلاب الحوثيين الذي غير ملامح الساحة بشكل كلي، كما فعلوا بكل أحياء العاصمة صنعاء. لا شيء أمام العين سوى صور قتلاهم في الجبهات والقماشات الخضراء التي لوثت مظهر الشوارع والأحياء. أثناء أوهاج الثورة كانت ساحة التغيير في صنعاء من أهم التجمعات الثورية، والتي استمرت أكثر من عام، والتي بدأت خيامها من بوابة جامعة صنعاء وتفرعت لحي الدائر المحاذي للجامعة، وتفرعت في شوارع الحرية وتونس والرباط والقاهرة. تلك الملامح التي كانت تشبه تطلعات الشباب ومستقبلهم تغيرت عند بوابة الجامعة. لا شيء هناك سوى دعايات إعلانية كبيرة ترفع صور قتل الحوثيين، والتي وضعت بدلا من الشعارات الثورية وصور شهداء الثورة. الأكشاك التي كانت تزدحم بالشباب القراء خاوية من الزوار، وعروض باهتة لصحف الحوثية وكتب التنمية البشرية، حيث الغبار يغطي أغلفتها والباعة على وجوههم الملل. بائع في كشك يقول أن كل شيء تغير خلال السنوات الماضية، ولا أحد يشتري الكتب، ولا يوجد صحف تستحق المتابعة. الصحفيون والمثقفون غادروا البلاد، صنعاء أصبحت مدينة ميتة. عن 11 فبراير وحتميته التاريخية كتبت سهير السمان مقالها الذي تنشره بلقيس. خرج اليمنيون في 11 فبراير عام 2011 وهم يحملون أمنيات إعادة أهداف ثورة سبتمبر المجيدة ممن اختطفوها واحتكروا الحكم باسم الجمهورية والديمقراطية. لم يكن اليمن الدولة الذي تقوم على نظام مؤسسي يستطيع الصمود أمام أي تغييرات أو تحولات، لأنه ببساطة كان نظاما يدار باسم شخصية واحدة وقوى تقليدية تدور في فلكه تربطهم رابطة المصالح واقتسام ثروات البلد. فقد سلمت اليمن لنفس القوى الظلامية التي ثار عليها الأحرار في سبتمبر 1962، ولكن تحت مسمى جمهوري ومجلس نواب يديره الحزب الحاكم وسلطات بيد نفس الحاكم. وإن وجدت المعارضة فهي لا ناقة لها فيها ولا جمل، فقد قلمت أظافرها واغتيل قاداتها، وتركت البلد للقوى التقليدية والقبلية والدينية التي استطاعت أن تجهز على مشروع الدولة المدنية والديمقراطية والمساواة والعدالة. قوى استطاعت بالتجهيل المتعمد للشعب أن تزرع في داخله الاعتقاد بالصورة الواحدية للرئيس، واستبعاد أي تفكير بأن هناك أحد غيره قد يحكم اليمن. لم تكن ثورة فبراير بذخاً أو خطيئة قام بها اليمنيون، إنها محاولة لإعادة الحق المغتصب، ثورة ليست ضد فرد بل ضد النظام. لم يستطع أن يحقق لبلد مثل اليمن مقومات الحياة التي يستحقها. لم يرد أن يجعل من اليمن دولة تضاهي الدول المجاورة له، وهو يمتلك من الثروات المتنوعة ما يجعلها أهم دولة في شبه الجزيرة العربية. وما كان يراه أولئك الناقمون على الثورة من أن البلد كانت في خير، فهم لا يرون غير القشور.
استثمارات وعقارات وملاهي ومطاعم ومولات، كلها ملك للمتنفذين في الدولة من شيوخ وزعماء قبائل ومسؤولين وإخوان. فماذا كان للشعب؟ هل يمتلك مستشفيات أو مدارس أو جامعات أو متنزهات بالمجان أو حتى بأسعار رمزية؟ سنوات طويلة يفقدون فيها حرياتهم وحياتهم أو ما تبقى منها ولا يعرف مصيرهم. ينقل عنهم موقع المصدر أونلاين قول منظمة سام للحقوق والحريات أن جماعة الحوثي حولت أكثر من 20 مبنى في المدينة السكنية إلى معتقل سري هو الأخطر بين السجون التي أنشئت خلال النزاع المسلح. تضيف المنظمة أن البشاعة والانتهاكات التي حصلت وتحصل للمعتقلين والمخفيين في السجن تجعله قد يوازي في بشاعته سجن تدمر في سوريا أو الباستيل في فرنسا. يشير تقرير المنظمة إلى أن السجن الذي يسمى بسجن الصالح هو واحد من عدة سجون مخصصة للمختطفين والمعتقلين والمخفيين ومخصص للمختلين عقليا وتعذيب المختطفين نفسيا وجسديا عبر سجنهم مع المختلين عقليا. يصف أحد المختطفين المفرج عنهم من سجن الصالح شعور الرعب الذي عاشه في سجن الصالح بالقول: أدخلوني شقة تحت الأرض يسمونها بشقة المشايخ، فيها 18 مجنون جميعهم بلا ملابس والمكان متسخ بشدة من مخلفات المعتقلين. يضيف المختطف الذي تحدث لراصدي منظمة سام: لم أستطع الجلوس في أي شبر منها بسبب مخلفات المعتقلين، جلست إلى جوارهم 9 ساعات وأجزم أنني لن أنسى هذه 9 ساعات حتى لو أصبت بالزهايمر. المئات من المختطفين يعانون حالات نفسية وصحية حرجة في سجون ومعتقلات الحوثيين المنتشرة في مناطق سيطرتهم خاصة بمحافظتي تعز وذمار وأيضا صنعاء. كتاب اليمن السعيد في عيون الأطفال، ميزته أن من قام بتأليفه طالبات في الصفوف الابتدائية، وشاركنا به في معرض الكتاب الذي شهدته القاهرة مطلع الشهر وعنوان موقع مارب بريس. طالبات في مرحلة الابتدائية يؤلفن كتابا عن اليمن. قال الموقع إن الكتاب الذي ألفته 4 طالبات يمنيات من مدرسة خاصة في القاهرة يعرف باليمن وأهم مدنها ومعالمها التاريخية وأهم ثوراتها واحتفالاتها، وقد جمعنا ما فيه من معلومات من الكتب الدراسية والمكتبات الخاصة وكتبناه بخط أيديهن قبل نقله إلكترونيا وتنقيحه ومراجعته. وقد استطعنا وفقا للموقع جمع معلومات مختصرة تأخذ القارئ في جولة سريعة في كل أنحاء اليمن، وأغلب هذه المعلومات بلغة الأطفال السلسة والجميلة. أفاد الموقع أن هذا الإبداع ليس غريبا على حفيدات بلقيس وأروى. 11 فبراير ثورة واجهت التوريث والإمامة. تحت هذا العنوان كتب عبد العالم بجاش مقاله المنشور في موقع المشاهد نت وأضاف في أجزاء منه. في الشارع اليمني يدور جدل على نطاق واسع بخصوص 11 من فبراير بين تلاشي الأمنيات المشرقات بوطن لا تحكمه عصابة ولا سلالة ولا مذهب، وبين إعادة تدوير الخيبات وتذكر المرارات على ذمة الثورة، لكنها تظل واحدة من أكبر التحركات الشعبية في التاريخ اليمني ومن أهم الثورات التي فتحت جراحات كانت تتعفن تحت سطح هش. كان هنالك مشروعان ينسقان لبعضهما، أحدهما مشروع توريث عائلي يمهد لنفسه عبر تقريب مشروع التوريث السلالي الإمامي، وكلاهما وجد في الآخر سلما، إلى أن انفض هذا التحالف كما يبدو وانتهى بمقتل الرئيس السابق صالح على يد شركائه الحوثيين. وليس بفعل ثورة 11 من فبراير التي يدور حولها جدل كثير في الوقت الراهن، ليس الخطأ في الثورة الشعبية التي نادت بمطالب عادلة ومشروعة، إنما في ممارسات كثير ممن انخرطوا فيها ومن وجدوا فيها مصدرا للتكسب ومن اعتبروها فرصة وظيفية ثالثة واغتنام منصب هنا أو هناك. الحال لم يكن مبشرا بأفضل مما نحن فيه اليوم، فالإمامة ممثلة بالحوثيين المدعومين من إيران عملت لسنوات للعودة إلى المشهد والانقضاض على الجمهورية كلها من أقصى المهرة إلى الصليف وميدي وكامل أرجاء البلاد. كانت خطة الإمامة مدفوعة بنزعة قديمة لإعادة ابتلاع المجتمع اليمني عبر الانقلاب عليه ونهبه دون رادع.
خطة وجدت بيئة لها وفرصة مواتية ضمن مشروع إيراني لابتلاع المنطقة. والآن يبقى الوضع اليمني بعد 9 سنوات من ثورة 11 من فبراير قابلا للإصلاح وأقرب للحل على أساس اتحادي، مما كان متوقعا أن نصل إليه في ظل تحالف مشروع التوريث الأسري ومشروع التوريث السلالي الإمامي على الأقل. لدى اليمنيين في مختلف أقاليم البلاد أمل وأفق وطريق للمضي فيه من أجل دولة تنهي الهيمنة المطلقة على السلطة والثروة من قبل أقلية يريدون تقرير الطريقة التي يجب أن يعيش عليها ملايين اليمنيين والتحكم بمصيرهم وإعادة قولبة المجتمع باتجاه ينهي المواطنة ويلغي أبسط الحقوق ويحول البلاد إلى مشاريع للسلب والنهب والفيد. دفعت التطورات العسكرية والسياسية والاقتصادية في اليمن في الفترة الأخيرة إلى تراجع فرص تحقيق السلام في البلاد وفق ما تقوله صحيفة العرب الجديد والتي عنونت اليمن بين تصعيد الحوثيين وعرقلة الانفصاليين لا سلام بالأفق. تقول الصحيفة شهد الشهر الحالي تطورات مهمة على مختلف الصعد، فقد أسقط الحوثيون جهود التهدئة العسكرية التي رافقت اتفاق ستوكهولم بعد إطلاق عمليات عسكرية. تقول العرب الجديد الحوثيون يستهدفون المدنيين مباشرة عبر شن هجمات بالصواريخ البالستية على المدن اليمنية الواقعة تحت سيطرة الشرعية، فضلا عن فتح جبهات صنعاء والجوف ومارب وتعز والضالع وإب، ما دفع الشرعية إلى تغيير موقفها من التهدئة العسكرية. وردا على التحرك الحوثي، كشفت مصادر عسكرية في جبهات المناطق العسكرية 3 والـ7 والـ6 التابعة للشرعية للعرب الجديد عن تحريك الجبهات بإشراف مباشر من قيادة الجيش اليمني وقيادة الشرعية، مشيرة إلى أن الجيش الوطني المدعوم من القبائل تمكن من استعادة أغلب المواقع التي سيطر عليها الحوثيون خلال هجماتهم الأخيرة في نهم بصنعاء وصرواح في مارب والجوف. وأكدت المصادر أن صنعاء هي الهدف هذه المرة، وأن جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث فشلت بسبب صمته على اختراقات الحوثيين، وبات من الضروري تحرير العاصمة. نشرت جريدة الاندبندنت تقريرا لاثنين من مراسليها في إيران حول مصنع أعلام تزداد تجارته كلما ازدادت الحرائق. صانعي الأعلام الأمريكية والإسرائيلية الذين يصنعونها بهدف بيعها للمتظاهرين الراغبين في حرقها. يقول التقرير إن أبو الفضل خانجاني مالك المصنع الذي ينتج هذه الأعلام يطمح في علاقات أفضل بين بلاده والولايات المتحدة رغم تأثير ذلك على تجارته، حيث يعد مصنعه المورد الرئيسي للأعلام التي يحرقها المتظاهرون. وينقل التقرير عن خانجاني قوله إن إنتاج الأعلام الأمريكية قد تضاعف 3 مرات على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن المصنع يقوم خلال الأشهر الماضية بإنتاج الأعلام العراقية بهدف تصديرها. ويوضح التقرير أن خانجاني يحاول أن يبعد نفسه عما يحدث للأعلام بعد خروجها من المصنع، مشيرا إلى أنه يبيع سلعة ولا يملك أن يفرض على المشتري كيفية استخدامها، موضحا أنه يعتبر نفسه مؤيدا للمعسكر الإصلاحي في إيران. عودة الإمارات من اليمن حصيلة مدرجة بالدماء والهزائم، تحت هذا العنوان نشرت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها مضيفة. على أعتاب الذكرى 9 لانتفاضة الشعب اليمني ضد نظام علي عبد الله صالح، والذكرى 5 للتدخل العسكري الذي قادته السعودية والإمارات في اليمن تحت مسمى عاصفة الحزم، تبدو حصيلة هذا البلد ملأ بالآلام على أصعدة الموت والدمار والتجويع والأوبئة وانسداد آفاق الحلول السلمية والتقسيم المناطقي، وحافلة في المقابل بالكثير من المد والجزر الذي لم يغير الكثير على الصعيد الميداني في جبهات القتال بين الحوثيين من جهة والجيش اليمني النظامي وقوات التحالف السعودي الإماراتي والميليشيات التابعة من جهة أخرى. ولم يكن مفاجئاً أن تعلن الإمارات بلسان قائد العمليات المشتركة عن عودة قواتها التي شاركت في الحرب على اليمن بعد أن كانت قد زجت بأكثر من 15,000 جندي إماراتي قاتلوا في مختلف مدن وبلدات وقرى اليمن، وبطلعات قصف جوي تجاوزت 130,000 طلعة ونصف مليون ساعة طيران على أراضي العمليات،
وأكثر من 50 قطعة بحرية حملت أكثر من 3000 بحار مقاتل. وأما الحصيلة باعتراف الضابط الإماراتي ذي الرتبة الرفيعة ذاته فهي تجنيد وتدريب وتجهيز أكثر من 200,000 جندي يمني، خجل مع ذلك من توصيفهم بالاسم الحقيقي الذي باتت تعرف به، أي قوات المجلس الانتقالي أو الميليشيات المسلحة التي زرعتها أبو ظبي في قلب اليمن والجنوب بصفة خاصة. غياب المفاجأة مصدره أن الإمارات أعلنت في وقت سابق عن خطوات مماثلة، لكنها واصلت في كل مرة الالتفاف على فكرة الانسحاب الفعلي الميداني، وتابعت في الآن ذاته دفع الميليشيات التابعة لها إلى التمدد المنهجي والتوسع التدريجي وقضم الأراضي وصولاً إلى الانقلاب المباشر على الشرعية في عدن يوم 10 من أغسطس الماضي، وبسط السيطرة على مؤسسات الدولة في المدينة واحتلال القصر الرئاسي. في كوريا الجنوبية نجح برنامج تلفزيوني بحسب صحيفة الشرق الأوسط من استخدام تقنية الواقع الافتراضي لجمع شمل أم بابنتها التي توفيت في عام 2016 حيث كان يبلغ عمرها وقتها 7 سنوات. البرنامج الذي يدعى ميتينج يو عرض فيديو يظهر الأم جانغ جي سانغ وهي ترتدي نظارات الواقع الافتراضي وقفازات ذكية وسماعة أذن وتقف أمام شاشة خضراء ضخمة. ترى الأم حديقة افتراضية حيث بدأت التقنية بالعمل لتظهر ابنتها نايون منها وتركض على أمها لتتحدث وتلعب معها، وفور رؤيتها لابنتها أجهشت سونغ بالبكاء وترددت في لمس طفلتها الافتراضية، إلا أن نايون دعتها إلى مسك يديها لتمد الأم يدها وتمررها على وجه وشعر ابنتها وتحتضنها قائلة: حبيبتي لقد اشتقت إليك. وترد عليها نايون: اشتقت إليك كثيرا يا أمي. ثم جلست الطفلة الصغيرة مع والدتها وأمامهما كعكة حيث قاما بالاحتفال بعيد ميلاد نايون والغناء معا. وفي نهاية الفيديو تودع نايون سونغ وتتجه للنوم مؤكدة لها أنها لم تعد تشعر بالألم الآن، فيما جلس والد نايون وشقيقها وشقيقتها في الاستوديو لمشاهدة الفيديو أو فيديو لقاء سونغ ونايون حيث سيطر عليهم الحزن والبكاء. وأثنت سونغ على هذه التجربة الفريدة من نوعها قائلة أنها قضت وقتا سعيدا جدا وما حدث كان حلما لطالما تمنت تحقيقه. في ظل محاولاتها الحثيثة للقضاء على فيروس كورونا، طورت الصين بحسب البي بي سي تطبيقا إلكترونيا يكشف إمكانية التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ويخبر تطبيق كاشف الاتصال القريب مستخدميه عما إذا كانوا على مسافة قريبة من شخص مصاب أو مشكوك في إصابته بفيروس كورونا، فيما ينصح الأشخاص الذين يتم تصنيفهم بأنهم في خطر بالبقاء في المنزل وإبلاغ الجهات الصحية المحلية. ولتطوير التطبيق تعاونت هيئات حكومية ومجموعة شركات الصين للتقنية الإلكترونية فضلا عن دعم بالبيانات قدمه قطاع الصحة والنقل الحكوميان. ومن المعروف على نطاق واسع أن الحكومة الصينية تمارس مستويات مرتفعة من الرقابة على مواطنيها، لكن مراقبين يرون أن الأمر لن يثير جدلا في هذه الحال على الأقل. في ظل محاولاتها الحثيثة للقضاء على الفيروس، أو نعتذر مشاهدينا، ننتقل الآن إلى الفيتي حيث يقول مستقبل الرأسمالية: كيف ينتهي الفقر؟ مسارات التقدم الكثيرة ولماذا قد لا تستمر؟ تحت هذا العنوان كتب أبجيت بان ريجي مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. ربما ستتمكن الصين في نهاية المطاف من الالتحاق بالإنتاج الأمريكي من حيث نصيب الفرد، لكن تباطؤ نموها يعني أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا. وإذا انخفض النمو الصيني إلى 5% سنويا وهو أمر ليس بعيد الاحتمال وبقي هناك وهو ما قد يكون تقديرا متفائلا، وإذا استمر النمو الأمريكي في الارتفاع بنحو 1.5% فسوف يستغرق الأمر ما لا يقل عن 35 عاماً حتى تتمكن الصين من اللحاق بركب الولايات المتحدة من حيث نصيب الفرد من الدخل.
وفي غضون ذلك من المنطقي أن تقبل السلطات الصينية بأن النمو السريع هو شأن مؤقت كما يبدو أنها تفعل. وفي العام 2014 تحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ عن التكيف مع الطبيعي الجديد النمو الأبطأ، وقد فسر الكثيرون ذلك بأنه على الرغم من أن أيام النمو السنوي المكونة من رقمين كانت وراء ذلك، فإن الاقتصاد الصيني سيظل يتوسع مع ذلك بمعدل 7% سنوياً في المستقبل المنظور. ولكن حتى هذا التقدير قد يكون مفرطاً في التفاؤل، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن نمو الصين سوف يهبط إلى 5.5% بحلول العام 2024. وتتجلى قصة مماثلة في الهند أيضاً، فابتداء من العام 2002 تقريباً شهد قطاع الصناعة التحويلية في البلاد تحسينات كبيرة في تخصيص الموارد. قامت المصانع بتحديث تقنياتها بسرعة، وتدفق رأس المال بشكل متزايد إلى أفضل الشركات في كل صناعة. وبالنظر إلى أن التحسينات تبدو غير مرتبطة بأي تغيير في السياسة، تحدث بعض الاقتصاديين عن معجزة التصنيع الغامضة في الهند، لكنها لم تكن معجزة في الحقيقة، كانت مجرد تحسن بسيط فقط عن بداية كئيبة. ويمكن للمرء أن يتصور تفسيرات مختلفة لهذه الطفرة. ربما كان هناك تحول جيلي، حيث انتقلت السيطرة على الشركات من الآباء إلى الأبناء الذين تم تعليم الكثير منهم في الخارج، وكانوا في كثير من الأحيان أكثر طموحاً وذكاءً في التعامل مع التكنولوجيا والأسواق العالمية. الحياة بأحداثها المختلفة ولقطاتها المتنوعة اختصرتها لنا صحيفة الجارديان البريطانية، ونحن ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. منذ زمن بعيد حاول الإنسان تخليد ما يراه والتعبير عن وجهة نظره باستخدام الرسم، فسخر لذلك كل إمكاناته، نحت في الجدران ونقش في الجذوع حتى وصل إلى استخدام الريشة والقلم فيما يعرف بالكاريكاتير. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها. كانت هذه الرسوم آخر فقرة حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا بإذن الله، في أمان الله.